أحبائي المشاهدين، وصلنا الآن إلى فقرة إنسايت. الآن في هذه الحلقة نسلط الضوء على بعض الأعمال التي سوف تقدم إن شاء الله في شهر رمضان المبارك من أعمال درامية، سواء كانت مسلسلات أو تمثيليات، نظرا لإقبال المشاهدين في هذا الشهر المبارك على شاشات التلفزيون. نحن الآن مع تصوير مشاهد لمسلسل القرار الأخير، هذا المسلسل الذي سوف يعرض إن شاء الله في شهر رمضان المبارك، ونحن الآن خلف إحدى المشاهد التي تصور حاليا. ابقوا معنا لنتعرف على هذه الجولة، أهلا بكم. المشاهدين، لقاءنا التالي راح يكون مع مخرجنا عبد العزيز المنصور، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم. تعطينا فكرة، هل هناك أسلوب جديد لإخراج هذا المسلسل أو هذا العمل الدرامي الجديد؟ والله في الحقيقة في أي عمل، سواء عمل تلفزيوني أو سينمائي، لابد أن هناك في أسلوب جديد في العمل أو حسب نوعية السيناريو الموجود، يعني أو موضوع السيناريو عن ماذا يتكلم، يكون هناك طبعا المخرج بيحط له خطة معينة أو بيحط له أسلوب معين في التكنيك، في حب يظهر شيء معين في هذا العمل. طيب، في رمضان لا شك أن إقبال المشاهدين على التلفزيون راح يكون كثير، من خلال متابعتنا للدورات الماضية في شهر رمضان المبارك كانت هناك أعمال جيدة وأعمال يعني دون المستوى، يعني نقول أنها خيبت أمال مشاهديها. ماذا تعد جمهورك ومشاهدينك من خلال هذا العمل؟ وهذا راح يكون السؤال الأخير إن شاء الله. لا، إن شاء الله راح أوعدهم في عمل، إن شاء الله عمل متميز وعمل ممتاز وعمل مشرف وعمل نظيف، وأيضا راح يطرح قضايا كثيرة، يعني سواء سياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في 30 الحلقة هذه. أكشن! بس يا مشعل لا تبكي ولا عمك، بس خليه يبكي عشان يرتاح شوي. كمل يا مشعل كلامك. لما ما لقينا رائد اتصلنا برفيجة يوسف. يوسف؟ وشنو باجي اسمه؟ ما عارف اساميهم، بس عارف اشكال. انزين كمل. أحب المشاهدين، لا زالت جولة الكاميرا مستمرة مع أسرة فريق عمل المسلسل القرار الأخير، والآن معنا الممثل حسين المنصور وهو منتج هذا العمل ومشارك فيه أيضا، يعطيك العافية. الله يعافيك، طول لي عمرك. أخوي حسين، تعطينا فكرة مبسطة عن هذا العمل. عمل اجتماعي، عمل درامي اجتماعي، وطبعا الأعمال الاجتماعية كثيرة لكن الطروحات تختلف، وإحنا قاعد نعالج من خلال نصنا أو من خلال هذا العمل القرار الأخير كذا قضية اجتماعية يعني أسرية. أخوي حسين، نلاحظ أن في بعض الأحيان ترصد ميزانية كبيرة للأعمال الدرامية، إلا أن هذه الأعمال تكاد لا ترضي طموح المشاهد، لماذا؟ مع توافر جميع الإمكانيات لإخراج العمل بصورة جيدة وناجحة. والله على حسب نوعية العمل وعلى حسب نوعية مزاج المخرج والممثلين، يعني ممكن أنا أوفر فلوس وأوفر مادة العمل أي 30 حلقة ممكن أسوي خلال شهر أكروده، ما استقليت الفلوس أو المادة اللي عندي، وممكن أكون عندي مادة على قدي لكن أطلع منتاج حلو، وهذا حسب ما أشوف متروك للجمهور هو اللي يحكم. يعني ممكن الجمهور يقول والله حرام كل هالفلوس محطوطة على هالمسلسل،
وممكن يقول لا والله حرام لو ما اعطينهم اكثر كان سووا احسن. في ظل وجود القنوات الفضائية المنتشرة الآن في كل مكان، هل نستطيع أن نقول أن العمل الكويتي أو العمل المحلي له مكانة بين هذه الفضائيات وعليه طلب؟ أنا أبصم بالعشر أن له طلب وله بصمته ومطلوب بكل محطات العمل الكويتي بالذات. أشكر تلفزيون الكويت وأخص بالشكر الوكيل العام لشؤون التلفزيون السيد خالد العنزي لولاني هذه الفرصة وحط الثقة فيني، وأشكر كل زملائي اللي شاركوني من مصور الاستاذ نادر الحداد ونادر الحساوي ومن الممثلين كلهم سعودي شويعي من كبيرهم الى كبيرهم الى محمود العيان. اقولها صراحه بان الناس قاعد يشتغلون العاده يشتغلون 8 ساعات او 12 ساعه، عندي انا ابطال صراحه. ولا انسى الاخ زياد الحسيني وعصريه اشتغلوا 48 ساعه على التوالي بدون ملل وكلل. انا سمعت من الاخوان يقول من ساعه صار دروب بالاخير يصير دروب، يعني لو توصلون حدكم خلاص دروب. انا ابصم بالعشر اذا حس الجمهور انك هناك في دروب، في ويوه تسيح تالي الليل تصير هالطول مثل برزيقه وربعه، لكن اشتغلوا بدون لا ملل ولا كلل. أخوي نادر، كيف تتم عملية إدارة التصوير؟ الحقيقة الواحد مدير التصوير يوقف مع المخرج طبعا، يشوف النص مع المخرج والسيناريو التقطيعات اللي يصير وتوجيهات من المخرج أن الزاوية تكون من الناحية هذه، فيبدأ مدير التصوير مع مدير الإضاءة محمود العريان معي زميلي طبعا بكذا عمل كان معي، فنحط الكاميرا ونضبط الإضاءة وحركة الممثل على حسب الميزانسين اللي يعملها المخرج، ونطالع شنو التعديلات فيه من خلال بروفا ويصلح المخرج معنا التعديلات وكذا ونبدا بالتصوير. طيب المخرج عبد العزيز المنصور متعود انه يستخدم كاميرا واحده، انت يعني وجهه نظرك من هالناحيه هذه شنو؟ اخوي عبد العزيز المنصور هذا ثاني عمل اشتغل معه، اشتغلنا انا وياه في صور الليل وكنا في ثلاث كاميرات باستوديو وكاميرا واحده برا. وهذه ثاني مرة اشتغل مع أخوي عبد العزيز على كاميرا واحدة، طبعاً كاميرا واحدة متعة أحسن من ثلاث كاميرات لأنك تقدر تأخذ الزوايا اللي تبيها تختارها من أي ناحية تأخذ الزاوية، حتى الأمورس لما تأخذ ممثل أمورس ما تشوف كاميرا اللي وراك، تضبط نفس الأمورسات على الممثلين. كاميرا ثلاث كاميرات لا، لازم تأخذ على زوايا مختلفة تبعد الزوايا عنها. 18-48-3-2-1 أكشن. والله دوري في المسلسل محقق في قضية مخدرات اللي هي يقوم في دور المخدرات سعود شويعي ونادر الحساوي دائما مشبوه يعني هو دائما صاحب مشاكل يعني حتى في مسلسلاته كلها مشاكل. كمل. دوري أنا دوري حامد رفيج مشعل اللي هو سعود شويعي، وتقريبا أنا اللي أكون يعني بذرة الشر اللي صديق السوء. صديق السوء بالضبط، يعني اللي خلي يدمن على الإدمان وحبوبه وهذا من لين نوصل عاد الشم والإبر، ودور تقريبا الشر يعني بدايته. 3-2-1 هني أكشن. لا بالنسبة للدور ما راح أتكلم عنه وايد لأن الدور أول مرة أخذ كذي دور، فبخلي مفاجأة للجمهور إن شاء الله. أنا راح أطلع بالتلفزيون والله، يعني راح انشهر راح أصير كوميديان. دور مدمن من بداية المسلسل، حبوب بعدين شم بعدين أوبر. ليش دائما أدوارك مشبوه يعني مسوي مشاكل؟ نحن بالمخبر قاعدين. البداية نقول لكم أنتم أهلا وسهلا ونحيي المشاهدين ونقول لكم أيضا يعطيكم العافية. الحقيقة في طالع الساعة تقريبا 1:30 نكون طبعا الناس ما تدري انتم حاليا يمكن يقولون الان الظهر طالعين او العصر، لا اقول لكم انتم يعطيكم العافية. واحنا هذا شغلنا احنا كالعادة، يعني مرات نشتغل 48 ساعة متتالية. الشخصية جديدة تقريبا على علي جمعة ومن شخصيات الجديدة وما بيحرقها، والان يمكن حرقت جزء من شخصيتي اللي هي القصة هذه، يعني الجمهور لأول مرة يشوفوني أقرع. فشخصية تقريبا يعني
شريرة إنما في نفس الوقت كوميدية. شلون عاد هذه راح تكون إن شاء الله من خلال شهر رمضان الكل راح يشاهد هذه الشخصية يعني. بس أنا الشيء الوحيد اللي يمكن تعبت فيه الشخصية لا وهي أن كيفية طبعا الشخصية يجب أن تبحث وتدور من خلالها. تعبت من خلال الشخصية شلون قضية المخدرات وأنا أصلا سيجارة ما أعرف أدخنها ولا لي شغل بالسجاير. أنا أحب أنوه عن شغلة مساء قالها الأستاذ علي جمعة يقول مساء أن أنا سيجارة ما أعرف أشربها كذاب قبل كم يوم قاعد يعلمني على الشيشة ترى. عدت عليكم يا هلا يا هلا فيكم يا هلا عدت عليكم يا هلا يا هلا فيكم يا هلا ما بين يديكم سهرة جميلة أعزائي المشاهدين أتمنى أن تكون قد حازت هذه الجولة على رضاكم ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بنفس الموعد. إلى اللقاء.